اول حاجه اننا تنستعدوا الاستعداد اللي مهم لهذا النهائي هذا. تنتمنى ان شاء الله غدا نكونوا في الموعد ونطفئوا الجهود مع بعضياتنا ان شاء الله ونضربوا في المقابله ان شاء الله حتى اخر دقيقه. وتنتمنى ان شاء الله اننا نحصلوا على اللقب بين هذو الجماهير ديالنا الوداديه وتكون ان شاء الله بدايه السنه بدايه خير علينا بتتويج اللقب وان شاء الله نفتحوا الباب للالقاب اللي جايه ان شاء الله. في الحال يعني تقريبا بعد شهر خسرنا ماتش ديال لاكوب، تنتمنى ان شاء الله اننا نعوضوا في هذا الماتش اللي جاي. عارفين الماتش ما غيكون ساهل، غنلعبوا امام واحد الخصم اللي تيتحترم. تنتمنى ان شاء الله اننا نكونوا في مستوى في التركيز ديالنا الكافي، اننا ان شاء الله نكونوا في نهارنا وناخذ ان شاء الله التيتر. ما نحتاجش نهضر على السي حسين عموته، مدرب الكبير، اي واحد ليه الشرف انه يخدم معه ويشتغل معه. تنتمنى ان شاء الله اننا نعطيو الاضافه مع ان شاء الله ونحصلوا على الالقاب هذه السنه ان شاء الله. وي سا سيرا ماتش تري ديفيسيل لا تو لو جروب لو سي، مي سا ريسيرا لو فوتبول و اون اي لا بور ديفاند لي كولور. دونك سيرت لو ماتش سيرا ديفيسيل بار رابور لي جان، مي ريسيرا كوم جي لي سي بيان دي ريسيرا كو دي فوتبول. دونك اون دونورا دو نوتر ميو، on se battra et essayer de remporter cette coupe inchallah, parce que une finale ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est un club, je peux dire un club qui m'a ouvert toutes les portes. Donc un club à qui j'ai beaucoup apprécié dans tous les plans. Donc là c'est juste de travailler là-dessus encore pour essayer de les aider dans toutes les facettes. Merci. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.